الأستاذة إسراء عز الدين شبيك، اختصاصي علم النفس. أنا برحب بك في هذا الصباح. صباح الخير يا أستاذ معتصم، ويسعد صباحك يا حسام بعد زمن طويل تلاقينا. أهلا بك كثير. وصباح الخير على كل الناس اللي بتشاهدنا وبتتابعنا، وتحية خاصة لكل الناس اللي بتتابع الفقرة دي، أنا بوجه لهم تحية صباحية، وبتمنى دائما كل أيامهم تكون بخير وكل صباحاتهم تكون بخير. آمين. إن شاء الله إن شاء الله. آمين. التأثيرات النفسية والاجتماعية للهاتف السيار، أنا تلفوني ما أظن يكون فيه تأثيرات كبيرة لأنه قافل الكهرباء طبعا. لكن ما أعرف يا حسام، أنا أتغمض دورك شوية وأسألك، تقدر تعيش بدون تليفون يعني بدون الهاتف؟ حاليا هو قافل الكهرباء، ممكن عادي ما عندي مشكلة. يعني قدر شنو؟ ثلاثة دقائق. هي بالضبط دي الإجابة المثالية. نعم. يعني الهاتف السيار، الهاتف السيار أصبح حياة باختصار، يعني نعم. هو أصبح حياة. نحن الليلة ما عايزين نتكلم عن مفاد والحاجات الإيجابية بالنسبة لاستخدام هذا الجهاز، لكن لأنه إحنا عارفين أنه مسهل كل حاجة، بقى كل شيء قريبة، بقى في يدي، في أي لحظة بفتح إيميلي، في أي لحظة بدخل على الوسائط، في أي لحظة بتلقى أي خبر، بتلقى أي مكالمة، بقرب المسافات إلى آخره. دي حاجات ممكن كل الناس عارفاها. إحنا دايرين نتكلم عن المشاكل النفسية والاجتماعية والمادية اللي بيسببها الهاتف السيار المحمول. نعم. طيب إذا تكلمنا عن التأثير النفسي يعني للهاتف السيار، أول حاجة من يعني أنا أتكلم من نوعه، في كثيرين جدا بيفتكروا إنه أنا والله شايل موبايل اسمه إيه؟ ريبيكا ولا اسمه شنو؟ صغير. ما عندي عدد من الأجهزة، فنفسيا بيكونوا تعبانين وشايفين. ده تأثير بتفتكري من قبل الشراء؟ أيوة، لأنه هو الهاتف بقى كظاهرة اجتماعية بقى بيحكس المعيار الاجتماعي للشخص والمادي للشخص، وبيحكس عليه إنه زي الراكب عربية موديل وزي السلادية هاتف وبتبقى بعد شوية حكاية بقت مرضى، يعني أنا عايز آخر تلفون، وين كانت الظروف المادية اللي أنا بمر بيها. يعني أنا في ناس كثيرين بيكونوا محتاجين لقروش، التلفون شايلينه أغلى من يعني بحل لهم مشاكلهم، لكن ما بيقدر يعني يبيع التلفون عشان مثلا يتحصل على الحاجة اللي هو عايزها. خلينا نقول إنه يعني دي الأضرار الاجتماعية كويس والاقتصادية، لأنه مكلف جدا. نعم صح. يعني قصة النت وقصة التلفون و المكالمات والكهرباء اللي بيصرفها. نعم. الشخص لو حسب بالدقه انه الشيء اللي بيكلفه الهاتف يعني حيتخض يعني من الرقم اللي بيلقاه انه هو بيصرفه. نعم. كمعيار مادي بالنسبه لهذا الهاتف اللي هو شايله. نعم. المساله بتاعت فكره انه احنا ما قاعدين نقف فيها، ما في زول قاعد يشوف، ما قاعد راجعها. ايوه، الناس اللي بتدخل رصيد والناس اللي بتجيها خطوط باعتبار انه شيء مهم. صح. يعني احنا اقنعنا نفسنا انه الهاتف بقى اصبح اهم شيء في حياتنا. نعم. هو مهم ما في شك، لكن ما اهم شيء. نعم. نبدا من الاشياء النفسيه والمضار النفسيه، هو بيسبب كثير من الاضرار النفسيه، منها الاكتئاب، منها القلق، منها الخوف والقلق من انه انت تفوتك حتى مكالمه. نعم. منها الاتنشنه، منها عدم الاتيكيت والسلوك الغير جيد، ومنها التعامل مع الآخر. أثر كثير في علاقات الناس مع بعض من ناحية اجتماعية، أثر كثير في إنك حتى وجودك في دور الجماعة ووجودك داخل الأسرة. نعم. عنده دور كبير في التأثيرات دي. إن شاء الله نتكلم. العوامل النفسية المختلفة اللي نحن نتكلم عنها دي، خلينا نحاول زي نضرب أمثلة. أيوة. تمام. فمثلا أنا بعرف ناس كجادين جدا، التلفون الحاجة المهمة بس، حتى ما بيرجاك انك تودعه في التليفون. السلام عليكم، واحد اثنين ثلاثه، شكرا. طبعا غيره يحولي شديد الناس في ناس ساعتين وثلاثه ساعات واربع ساعات. اذا انت قفلت قبل ما الساعتين دي يتموا فمشكله، هيزعل جدا. والمكالمه ذاتها لما تنتهي ده نوع من الاتيكيت، يعني المكالمه ذاتها تدخل تحسيت المكالمه تنتهي بيقوم بيفتح لك موضوع ثاني. نعم. بيواصل معاك يعني. هي دي ممكن تكون بين الاخوان، بين ناس البيت، كنوع من الشمار كده والونسه والتواصل، لكن برضه مضره. الهاتف عنده معايير في الاستخدام، حتى الاستخدام الادمي، انه مثلا ما تتكلم في اكثر من 5 دقائق باذن واحده، 3 دقائق باذن واحده، ما تستخدم الهاتف لانه عنده مدار جسديه طبعا، حتى المسافه طويله. ايوه. ما تستخدم السماعات الويرلس او السماعات اللي على الاذن مباشره. ما تقعد بهم مسافه طويله، ما تمسك مسافه طويله. بالنسبه لحركه الاصبع، بالنسبه للاعصاب، بالنسبه للعضلات، بالنسبه للمسافه اللي انت بتكون قاعده بتتكلم في مكالمه انت منسجم فيها، عشان لما تقوم تحس انه ظهرك قلبك. نعم صحيح. فالهاتف قاتل للوقت. نعم. يعني احنا كان فردنا حلقه عن اضطرابات النوم، وقلنا من اهم الاسباب اللي احنا بنساعدنا في انه نعالج اضطراب النوم ما ندخل الغرفه او مكان النوم واحنا شايلين معانا الهاتف. نعم. ما يتابعك السرير نهائي. نعم. وصلت عايز تنوم
تليفونك ما يكون جنبك خلاص، لانه انا ممكن يكون عايز انام شايله تليفوني في يدي فجاه بعالي صعب القى واحده صباحا. نعم حقيقي. ممكن يكون شايله من 11 فيه. نعم. وبعدين بقت فقدت الخصوصيه في الحياه. نعم. يعني انا في بيتي في مكاني الخاص اي زول يقدر يدخل لي في اللحظه ديك، لكن نعم. الكلام ده كله انا قاعد اقول باذن مني. نعم. لانه انا مجرد قفلت الانترنت عملت التليفون ده سايلنت، خديته في الشاحن، الناس اتعودت على انه اصلا معتصم ما في زول يتصل عليه بعد الساعه 9 خلاص. صحيح. مين اللي بيقدر يقود قواعد لاستخدام الهاتف؟ نعم. الانسان الناجح جدا في حياته واللي بيهتم جدا بمقاييسه النفسيه والاجتماعيه والماديه هو اللي بيقدر يعني يعمل كنترول على الحاجه. نعم، انا كنت بقول انه الهاتف هو دخول وخروج، يعني كثيرين جدا يعني كانوا بيقولوا لي لا، قلت لهم هو ماشي جغرافي، يعني ما حركه جغرافيه، لكن انت ممكن تطلع برا البيت من خلال الهاتف، ممكن تدخل من خلال الهاتف، يعني انت الكلام اللي قلتيه قبل شويه يعني يمكن يدخل عليك في غرفه نومك زي ما قلت لي وده وقت راحتك. ما في خصوصيه. والسبب في كثير من المشكلات الزوجيه. حقيقي. يعني نعم. يمكن اغلب المشكلات الزوجيه بسبب الهاتف، واكثر من 100 باحصائيه اكثر من 100 حادث مروري في السنه، 1000 اقصد اكثر من 1000 حادث مروري في السنه بسبب نعم. الهاتف السيار. نسبة كبيرة. لانه انا شايله نسبه كبيره جدا، انا شايله نعم. التليفون وبتكلم، يعني الحاجه دي يمكن ينزل بيسوق في الشارع نعم. بيحس بيها. مشكله حقيقيه. الزول البضايق قدامك لما انت عايله بتلقاه بيتكلم في التليفون. بتقول ده ما له عمل كده. اي ما منتبه، يعني في النهايه السواقه دي محتاجه كل الانتباه بكل صح. الحواس صح. يعني. فبرضه دي من الحاجات اللي ممكن تكون مسببه جدا. نعم. مرض الاكتئاب والقلق، الهاتف بيساعد كثير في انه الانسان ما يكون متماسك نفسيا ومستقر نفسيا. تليفون جاء، تناقشت في موضوع، تكلمت في موضوع، منتظر مكالمه، بعد شويه بتبقى المساله زي الادمان، انا بكل حواسي بس منتظر الحاجه دي تحصل. تليفوني ده لو اليوم كله ما ضرب بمشي بفتش يا جماعه ما في شبكه. حاصل شنو؟ في شنو؟ حاصل شنو يا جماعه؟ شيء ما طبيعي. قد اضرب ولا يفيد. يعني ولو عندي واقتنا اكثر من هاتف. نعم. زياده عبء انساني على الشخص بحجه بعض الشبكات مثلا. كل الاشياء دي يعني خصما علينا. صح. في احنا بنتكلم عن تطور وعولمه، لكن بنتكلم عن انسان عنده طاقه محدوده وعنده امكانيات محدوده، وحتى النفسيات الانسان محتاجه لوضع معين. نعم. احنا قاعدين ندمر في حاجات كثيره، في طاقات كثيره احنا بنستهلكها. نعم. لغه العقل. نعم. انا اسي لو عايزه، انا شخصيا لو عايزه اضرب اي رقم كبير زمان بضرب لكن برجع الان للحاسبه. لكن العمليه التنشيطيه الحسابيه بتنشط جزء معين من المخ. بياثر على الخيال طبعا الاشعاع المغناطيسي اللي بيطلع من الهاتف بياثر على المخ. الهاتف استخدام الهاتف ما عنده مباشره بمرض السرطان، لانه احنا زي ما عارفين مرض السرطان زي ما هسي قلت في المعلومه بيسبب الفيروسات، لكن التلف اللي بيحصل في خلايا المخ مرات بيسبب بعض الاورام، والاورام بتتحول لاورام خبيثه بيسبب. يعني حتى من ضمن التقنيات في انك تستخدم الهاتف بالليل وقت النوم يكون بعيد جدا منك. نعم. في ناس بيقول لك 10 امتار. 10 امتار. في ناس بيقول لك متر. نعم. في حاله انك انت يعني التليفون جنبك. نعم. بالنسبه للاطفال الرضع بالذات ممنوع تماما انك تحط الهاتف جنبه. نعم. بالنسبه للاطفال تحت ال 12 مفترض انه ما يستخدم الهاتف. نهائيا. لانه الطفل في المرحله بتاعت نمو. مرحله النمو بتحتاج. من كم يعني التليفون؟ هو والله المفترض انه بعد الساعه 12 يعني بعد عفوا بعد عمر ال 12 ليه؟ لانه بيعتبروا دي مرحله مشارف المراهقه. نعم. هنا بيبدا التكوين بتاع الذات. الدنيا دي كلها شايله تليفونات والناس شايله تليفونات واصحابي شايلين تليفونات. انا شخصيا ما بحبذ وجود الهاتف قبل السن النهائي. يعني المتابعه لحد الثانوي لحد ثالثه انا ممكن يكون عندي ترحيل، ممكن يكون كونتاكت مع الاساتذه. نعم. بقدر تماما اسيطر عليه. نعم. الهاتف بيساعدني في انه انا اعرف الرفاق ومجموعه الرفاق بالنسبه للاولاد. يعني لا ما بيساعدني اعرفهم، يعني ما بكون اوت كنترول. نعم. لانه ممكن يكون عنده ناس بعدك تحصل مشاكل، يحصل صدامات. فبالاضافه لاهم حاجه اللي هي مرحله النمو. العقل ده في مرحله بتاعت نمو بالنسبه للاطفال. 24 ساعه ماسك لي البلاي ستيشن، ماسك لي لعبات. نعم. في الهاتف مكالمات، وقد يدخل لبعض الوسائط الميديا ده كمان برنامج بلاه. ايوه. فالحاجه دي بتدمر عقل الطفل. نعم. وبكون كل يعني كل هدفه انه بس عايز يحصل على الهاتف. ولو لقى اي زول شايل تليفون بيكون عايز ياخذ التليفون منه. وفي حركه ما فيها نوع من الاتيكيت بالنسبه للاطفال في التعامل. يعلمونا اشياء كثيره جدا. الخطوره هنا يا استاذ اسراء انه الانسان بيبقى كالاله،
يعني خيال، يكون شاعر، يكون مفكر، بتدمر حاجات كثيره جدا. حقيقي انا قاعد اقول الانسان هو الحقيقه العلميه انه الانسان جسمه بينمو بالاكل والشراب، لكن نعم. العقل بينمو بالمعلومات. نعم صح، هذه بيوفر لي معلومات، لكن في نفس الوقت بتجمد عقلي في حاجات كثيره. العمليات الحسابيه دي انا لو بعملها بتنشط العقل. نعم، هو عقله ما متحرك. حقيقي نعم. انا لما اورد النهار كله في ده الخبر شنو اللي حصل شنو وليه في حصل شنو. ما في زمن للقرايه، ما في زمن لاي حاجه. ما في زمن كله يوتيوب حتى ما تشغل مخك يعني. حتى الحاجات اللي انا قاعد املاها وقتي ومخي لمده 10 دقائق، انا لسه لما افتح بعض الوسائط ما بلقى شيء مفيد. نعم. فانا بالنسبه لي ضيعت 10 دقائق، وفي ناس بيضيعوا ساعات طويله جدا في اليوم ومعلومات غير مفيده زحمت بها مخي. عندي يعني عمليه البرمجه بتاعت المعلومه دي في المخ عندها تدرجات، من انا اديني المعلومه اخزنها في الذاكره الصغيره للذاكره الطويله اخزنها الى اخره، انا برهق مخي يعني زي باب ملاه بحاجات ما عندها فائده. يعني بعد شوي بيكون زي الحاجه المليانه خلاص بالضبط كده، يعني حاجات فارغه، بعدين مع مرور الزمن بيبقى زي الادمان. نعم ادمان، بيبقى نعم زي الادمان. نعم طيب، كلام خطير. الموضوع ده صعب شوية. نعم نعم، اتكلمنا عن تأثيره على سلوك الفرد، شفنا القلق والاكتئاب، عاوزين نواصل في المنحة ده ونشوف حتى في نوع من الناس يعني بيتأثروا تأثير وبينزعجوا جدا وبينفعلوا لما التليفون يضرب أكثر من مرة. يعني أنا شفت ناس زي دي يعني يطلع جهاز التليفون يتصل عليه ويقول لك الزول ده بيضرب لي كثير، بعد شوية تلقاه دخل في حالة نفسية ثانية. أيوه حصل شنو؟ أي زول يعني عنده ناس معينين لما يتصلوا بيتخضى. صح. بيشوف في حاجه حاصله. في شخصيه قلقه مهيئه. الشخصيه المهيئه انه لما يتصل تلفونه في اي لحظه، وخاصه في الاوقات المختلفه الصباح بدري بالليل من بعض الاشخاص، في زول عيان بيزيد عندها النشاط بتاع القلق، والمخ بيفرز بعض الهرمونات بيوتر الجسم، وممكن تتصل مرحله زياده ضغط القلب الكسري من الثانيه لحد ما الزول يرد، بيكون وصل لمرحله صعبه انهك جسمه وعقله ونفسياته. لحد ما يطمئن انه المكالمه عاديه وما في شيء، دي مساله صعبه جدا. تعرف لاحظ انت بتتعرض لها كم مره في اليوم؟ في اليوم تعرف يعني انا من النوعيه صعبة دي. جدا. انا حتى لو جيت التليفون من البيت بيوترني، يعني عندي قلق حقيقي من التليفون. بتتخيل انه دائما لا في شنو حصل شنو؟ يعني انا صراحه وخاص، وبعدين لما شخص يضرب لي والتليفون يرن اكثر من 3 مرات وما يكفي الخط برضه بتوتر، لانه انا لما اتصل اذا 3 ما بكفي للخط. احنا قبل تكلمنا في حته صغيره كده وقلت لكم عنده علاقه بالاتيكيت والتعامل. انا اتصلت عليك متصل، اكيد هتلقى المكالمه حقتي. نعم اكيد. نعم اكيد، اذا ما عندك طريقه ترجع لي في وسائط كثيره، في لو ما عندك رصيد خالص ممكن ترسل لي رساله، يعني كل الوسائل متاحه. يبقى انا ما اضرب لي كثير من الذكاء انه انا افهم انه انا ما في داعي ازعج الشخص. نعم. يعني اذا شخص جاء خبط على بابك. نعم. او رن الجرس يعني بالطريقه الفظيعه دي انت ما بتتحمل. ما بتتحمل انا قليل بقول لك انه حتى بأثر في الوسط الاجتماعي، في انه كل الشخص حقيقي. هو ما عنده زوج، ما عنده تيكيت. نعم. او زول بتتكلم معه بتلقاه شغال في تلفونه، وحتى في البيت الواحد على قول له مات في البيت يقول لك الشخيطه شغالين يعني في التلفون، بخلق فجوه في الاسره. انفصال. في الاسره ذاتها تلقى الزوجه او الزوجه بتكلم مع زوجها او بتتكلم مع زوجها على التليفون بالليل في الوقت الخاص للناس في وقت راحتهم او بعض تفاصيل حياتهم المهمه شايلين التليفون. الولد والبنت مع امها وابوها في البيت شايل 24 ساعه تليفون. خلق فجوات كثيره جدا، احنا ما عندنا اي تيكيت في فن بتاع تعامل مع حاجه اسمها جهاز هاتف. اصبح هويه واصبح حياه. طيب هذا مبالاه؟ يعني هذا مبالاه، بعدين ما في انتباه لو بتتصل. هو شغال في حته ثانيه. ما في انتباه، لانه في اللحظه دي اشد انتباهه الموضوع ده. وممكن يقول لك وانت شنو؟ كده ويرجع يعني ويرجع ثاني، فبيوتر حتى بيخلق مشاكل يعني. بيخلق مشاكل. بعدين زول يتصل عليك تدخل له ويتنج، يدخل لك في الانتظار، انت قبل شويه ما ردت علي، معناته انت قاصد. وانا طبعا يا جماعه وليه تليفونك انت كان مشغول واتصلت عليك وانت ما رجعت؟ انا طبعا عندي مشكله كبيره مع التليفون، وانا داير اوجه اعتذار لكل الناس، لانه انا بجد يعني ما قاعد ارد على يعني 90% من المكالمات اللي بتجيني، يمكن لانه اول حاجه تليفوني واحد، والحاجه الثانيه بالنسبه لي وقتي مليان، يعني انا ما قاعد اعمله سايلنت، لكن في النهايه مرات كثير بيكون بعيد جدا مني. تعرفي من الحاجات، فانا بوجه اعتذار من هنا لكل الناس اللي قاعد يتصلوا وانا ما قاعد ارد عليهم. بوجه برضه اعتذار، لانه مره واحد اتصل علي والكلام اللي قاله حسام قبل شويه عمل لي ويتنج، وانا بتكلم ما رجعت له طوالي، وخطيت التليفون قام هو اتصل، قام قال لي تجوري غرداحي، يعني انت انا ما سمعت يعني اتصل عليك ليه ما ريحت لي؟ يعني جبت تحكم وسخريه. تحكم. أيوة. وصل مرحله بتاعت انه يفتكر. أيوة. انه وده ناس يعني زعلت جد، زي ما قلت انت كبير عندها تاثيرات نفسيه خطيره جدا. تاثيرات نفسيه، بعدين الشخص بيدي نفسه الحق في انه يعني زي ما قلت ياخذ اي اسلوب اي منحى من الكلام، بحق انه هو عنده الحق في انك انت ترد لي في اللحظه. نعم. المعنيه ما عارف ظرفك وشنو. نعم مشكله. طيب. جميل.
الطريقة الأمثل إنه إحنا نستخدم الهاتف استخدام أمثل، المكالمات إذا كان الرسائل، إذا كان التطبيقات الحديثة الناس بتستخدمها على المستوى الشخصي وعلى مستوى التعامل مع الناس وحتى الناس اللي قاعدين جنبك يعني. نعم. إذا أنت بتونس زي ما بيقول حبواتنا ما تشخطوا، ما يشخطوا نهار كل الشخص. خلينا نكتب مع بعض رشيدة نوري كل الناس اللي بتابعنا الآن بكل فئاتهم إنه كيف نحن نستخدم الهاتف ده استخدام أمثل ما يضرنا نفسيا اجتماعيا وكمان ما يكون برضه في ضرر اقتصادي. أيوه وفي ضرر مهني يعني. قبل ما أنا أقول لك حاجات صغيرة كده، أنا عايز أحكي قصة. في شخص مشى ماليزيا 3 يوم، ماشي يوم عنده ميتنج يوم وجاي اليوم الثالث. نعم. وصل هناك دخل الاجتماع عنده، افتح الايميل حقه، فتح التليفون، فتح النت، قعد الميتنج انتهى بعد نص ساعة، ده يعرض الشغل اللي عنده، تليفونه قفل بطارية بسبب كمية الجروبات والوسائط يعني الزول ده قعد 3 يوم. القصة دي حصلت حقيقي، قعد 3 يوم ثاني وأجل حجزه وأجل اجتماعه بسبب كمية الحاجات اللي جاته في اللحظة دي وما مفيدة. نعم. صباح الخير ومساء الخير وصور يعني من ناحية اقتصادية، من ناحية مادية، من ناحية بتاعت وقت، من كل النواحي هدر مبالغ فيه. نعم. يعني. نعم. بدون ما احنا نعاين للحاجة دي. مهم جدا بالنسبة للشتات الصغيرة نفهم يعني شنو تليفون. نعم. وأهميته شنو في حياتنا وعايزين نستخدمه لشنو. نحسب كمية الوقت. أنا داير الليل أي زول يمسك ورقة وقلم كده ويشوف هو بيستخدم الهاتف ده كم من الزمن. كويس. ويشوف بيصرف عليه كم في الأسبوع وكم في الشهر. ويشوف الهاتف ده أثر عليه قدر شنو، وكان خصما عليه في البيت وفي الأسرة وفي علاقاته مع الناس قدر شنو، وهو نفسه يتعامل مع شخص آخر بطريقة سلبية قدر شنو. الإحصائيات دي إحنا لو فكرنا فيها ولو عملناها بنكتشف إنه الهاتف ده حاجة خطيرة جدا في حياتنا. نعم. أثر فينا سلوكيا، اجتماعيا، صحياً، معرفيا، صحيا، نفسيا، ماديا، في كل النواحي هو مؤثر فينا. ضروري إحنا نعرف يعني شنو نتعامل مع الهاتف أو كيف إحنا نتعامل. الناس لو راجعوا الكلام اللي أنت قلتيه ده حيوفروا قروش، حيوفروا صحة، حيكون نفسيا يعني متوازنين، اشياء المشاكل ذاتها حتختفي، فاشياء كثيره جدا انت قلتيها. لكن انا كان بكلم فيني واحد صاحبنا، قال واحد اتصل لصاحبه وقال له يعني الوالده مريضه ورسل لي قروش، فبعد شويه الولد ضرب لصاحبه لقى تليفونه مقفول، افتكر انه قفل منه التليفون عشان القروش طلبها منه، ففوجئ بعد شويه بدق لي في الباب صاحبه، دق لي في الباب، مشى باع التليفون عشان يجي يديه ولا القروش. شوفي اللي يعني دائما هو دي النفس الانسانيه زي ما قلت قبل. في شخص مهيئ للقلق والاكتئاب، في شخص مهيئ للافكار السوداويه. نعم. في شخص ما بيخد حسن النيه للاشياء. بنحكم على الاشخاص من بعد. في نفس الوقت انا لو رسلت لك خبر بفترض انه الخبر ده انت سمحته او قريته او عارفه. يعني دي واحده من المشاكل. انا زول رسل لي رساله بوريني مناسبه بوريني الى اخره، انا ما قريت الحاجه الا بعد يوم او اليوم المساء. نعم. بيزعل يعني اغلبيه الناس بيرجعوا لتليفونهم ده بالليل لانه يومهم بيكون مليان. بيشوفوا الحاجات اللي حصلت. نعم. الحاجه وقتها فات. نعم. الاحتزاز في الاحصاء ما بيكون مقبول بعد ذاك لانه مفترض انه التليفون ده بالنسبه للامات بقول لهم بقى اكثر من اولاده فعلا، وبالنسبه للرجال بقى اكثر. العربيه طبعا اغلى حاجه يبقى صح. بقى اهم منا يعني. نعم. احنا اصبحت الهاتف هو الحياه. نعم. ما يعني الحياه هي الهاتف، ما الهاتف وسيلة مساعدة في الحياة يعني. دي مشكلة حقيقية، مشكلة كبيرة جدا. الموضوع ده بالذات كبير ومهم. نعم. تعرف حسام الموضوع مهم، ونحن قبل نمشي فاصل في برضو يعني في المجموعات انت بتكون مشترك لك في، وخاصة المجموعات الرياضية بيجيك 1000 رسالة في الثانية، فانت الكلام اللي قلتيه قبل شوية في دعوات بتمشي يعني. انا والله بعد فترة بلقى 5 6 10 دعوات انا ما قريتها. صحيح. يعني انا لانه انا بلقى لي يعني مشكلة حقيقية يا اخي. خليها ميات. انا لو لقيت لي 30 رسالة انا شخصيا ما بقدر اقرا الاف رسالة. انا بجي بلقى مئات بلقى الاف يعني. مشكلة حقيقية. الكلام ده خصما على حياة كثيرة. نعم. ما اي زول ما اي شخص عنده الوقت الكافي في انه يستخدم الحاجات دي بنفس الطريقة وبنفس المستوى. فاحنا يا ريتنا يعني زي ما قلت نقيف في الموضوع ده كثير لانه بجد خصما علينا وخصما على علاقاتنا. اجمل ما في الهاتف انك ترفعه وتقول لامك وابوك صباح الخير ومساء الخير. طيب انت اسف وكيف اصبحتوا؟ وانا بقول لهم انه انا بصبح عليهم طبعا ولا لقيت الصباح. وانا بصبح معاك كمان عليهم. ايوه صباح الخير عليها وست الناس وست الحبايب ربنا يخلي علي ويخلي لي ابوي كمان. آمين. وزوجي واولادي وكل. آمين. الناس. وبنقدم احتزال لكل الناس اللي ما قاعدين نرد عليهم. نعم. وبعدين نتاخر في انه نتصل عليهم كمان. نعم. وكمان برضه يعني نصبح على الزميل اسامه سيد احمد. صباح الخير يا اسامه. نعم. وليه التحيه من هنا اسامه سيد احمد. نعم. طيب نعم. احنا نصبح على احمد الفاتح في القضاء برضه معنا ناس على الهواء. احمد الفاتح بيقدر يستخدم التليفون كيف؟ نعم هو معنا عبر خط الهاتف. معاك اسراء. اسراء خليك مع احمد الفاتح. محمد صباح الخير. صباح الخير. صباح الورد عليكم وصباحكم جميل ان شاء الله.
صباح الخير عليك، ورايك شنو في الهاتف؟ قاعد تستخدم الهاتف كيف يا محمد؟ لا طبعا احنا يعني بطبيعه الشغل الهاتف 24 ساعه فاتح و24 ساعه يشتغل عليه زي تليفون اسامه سيد احمد صح؟ 24 ساعه 24 ساعه ومرهقه جدا. على اي رساله واتساب يديك العافيه يا محمد، الله يخليك. شكرا جزيلا لاستراحه زدي الشبكه. خبر صباح الخير.